تزامنا مع قرب حلول الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير، وجه البرلمان الأوروبي صفعة الخميس إلى نظام حكم العائلة الخليفية في البحرين. Bahrain, Mohammed Ramadan, paragraph 3, those in favour. Against? Abstentions? That's adopted. اتبنى البرلمان قرارا حاز على موافقة أغلبية أعضائه دان فيه الممارسات القمعية للعائلة الخليفية الحاكمة في البحرين، ودعاها إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الناشطين البحرينيين ومنهم المعتقل محمد رمضان. أعضاء البرلمان دانوا خلال مداخلاتهم أحكام الإعدام الجائرة ودعوا إلى إلغائها، وأعربوا عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين في البحرين وجميع سجناء الرأي القابعين في السجون الخليفية. And I too would prefer not to have to ask the Bahraini authorities again to stop torture, to stop repressing minority opinions, to stop revoking people's citizenships, and now, the worst of all punishment, to stop the death penalty. Mohammed Ramadan is one of 10 people on death row in Bahrain, but he is the first to have exhausted all legal appeals mechanisms. هذا الموقف الدولي من نظام الحكم في البحرين جاء حصيلة لجهود حثيثة بذلتها عدد من المنظمات البحرانية الناشطة على الساحة الدولية. بالنسبة لنا الخطوة التالية هي ترجمة هذه الريزولوشن أو هاي القرار إلى قرارات سياسية من الدول، وعلى رأسها الدول القريبة والدعم للنظام، تحديدا بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، الدول اللي عندها علاقة كلش كبيرة راح تكون تحت محك بأن هناك في قرار من البرلمانيين الأوروبيين لازم أن يحصل على استجابة وضغط منهم. القرار دعا السلطات أيضا إلى السماح بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والذي تماطل السلطات في الإعداد لزيارته ومنذ سنوات خوفا من الاطلاع على ممارساتها التعذيبية الرهيبة. It's absolutely urgent for the UN Special Rapporteur on Torture visit Bahrain and to get unrestricted access to all detention facilities and places. We show our solidarity with all of the activists active in Bahrain that are imprisoned unjustly. القرار بعث رسالة إلى البحرانيين مفادها بأن نضالكم لن يذهب هدرا وأن تضحياتكم لن تضيع سدى، فهذا النظام الذي فقد شرعيته ستسقطه الثورة الشعبية المستمرة والتي تأبى التراجع والانكسار.